رحت بكيكه في وشه. هو ناقص اقعد. ايه انت عامل ايه؟ الحمد لله. تشربوا ايه؟ عايز انا واحد شاي وواحد اندومي لابني. طب الاندومي عارفينه، ايه الشاي ده بقى؟ معلش يابا، شكله اول مره يجي القاهره. عايزين اتنين اندومي سكر بره بلوبيري. بلوبيري؟ طب ما تقول بلوبيري من الصبح. يا راجل يابا، ايه بلوبيري ده؟ انا جريتها في كتاب. كتاب؟ ايوه يابا، ما تخافش. اوعى يكون لحم خنزير. لا يابا عيب عليك يابا، بلوبيري فيها لحم خنزير عادي يعني؟ ما تخافش يابا. انا مش خاف يالا. طب معلش يابا، معلش، عندي حنين. يعني ايه عندي حنين؟ يعني ايه؟ عندي حنين يابا والله ما جادل. يعني انت حامل؟ ايه يعني ايه عندي حنين؟ يابا لا، عندي حنين يعني امي وحشتني. يا دمك، انا مش قلت ما تجيب ست الزفته دي؟ جت في ركبتك. معلش يابا، انفعال عادي، ايه المشكله؟ عدي. فعلا الله يخرب بيت اللي يمثل معاك تاني. انت لازم اللي يمثل معاك يجي له صليبي. ايه ده؟ ممكن انا بلعب معاه الجمعه. احترم نفسك وما تنساش ان انا ابوك. لو ناسي افكرك. خلينا محترمين. كويس ان انت فكرتني يابا. انا برضو كنت محتاج افتكر يعني. ايوه. وسبحان الله، انت ابويا ما ينفعش امد يد عليك. أيوة. عشان هيقولوا علي قليل الادب. ايوه. بس انا قليل الادب. والله ملعوبه. ملعوبه؟ ملعوبه. لا، ما انا ممكن اسيب المسرحيه واعلمك الادب. عادي. وانا ممكن اعمل واحد قتل ابوه على المسرح عادي. يبقى معاهدة سلام. معاهدة سلام. ايوه كده. لا مساس. لا مساس. نمثل مع بعض على بعد مترين. تمام؟ اقعد اقعد.